محمد حسن تفضل. محمد حسن تفضل حبيبي. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك سيد؟ بارك الله بكم. سيد لك رأي سابق انه وضعت مقارنة انه الفساد ام الفوضى. بني سبقت نفس الفساد على الفوضى مو؟ بين الفساد والفوضى. بني اي قدمت الفساد على الفوضى. بني اوكي. هو هذا كان رأي بالتزامن مع الثورة الشعبية ضد الحكومة. بني بني يعني المنطق والعقل يقول انه انا اليوم اطلع افرص الفساد واعبر عن رأيي، تجيني المؤسسة الدينية تفضل الفساد على الفوضى. انا اشوف التارك اولى. احسنت اخ يعني محمد. اخ محمد حسن هاي الحكومه المحتفظه اللي مناصبهم باعت الفازارات. اخ محمد حسن لو تسمح تسمعني محمد حسن تسمعني؟ اسمعك. جيد. اقول المقطع اللي انتشر كله سمعته لو بس هذا اللي نشره الجماعه. انا ما يهمني. ما يهمك شلون؟ ابدا. لا 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 ابدا. لا 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 هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا. ما يهمك شنو؟ لازم تسمع الكلام كله. ليش ما يهمني؟ بل ليش ما يهمني؟ لان انت الملخص اللي اخذته اللي قدامك حطيت استفهام، قلت لهم فساد عن فوضى، سكتوا وهم قلت لهم فساد. اقول اسمع حط مقدمات ما مقدمات. قص الموضوع قص الموضوع، يا اما انصر يا اما ما اتدخل. زين الان الان لا جهل الجهه اللي جاي تطالب بالاصلاح. انت ما عادلتك شخصيا ما مجبر انه انت تجي يعني شو اسمه تكون حجر عثره بطريقهم. خير جزاك الله خير. اشكرك شكر جزيل بارك الله فيك. مداخله الاخ محمد حسن. الاخ محمد حسن يقول احنا سمعنا من عندك مقطع تقول انه اذا دار الامر بين أن يكون الفساد موجود أو الفوضى، والفوضى موجودة، يقول أنت قلت الفساد أهون وهذا شلون وأنت شلون ترضى بالفساد وكذا. شوفوا أخواني ماكو واحد عاقل يقبل بالفساد، ماكو أحد عاقل يقبل بالفساد إلا إنسان يكون على حال في عقله لوثة أو يكون في فهمه وحكمته نقص، ماكو واحد يقبل بالفساد. ولكن نحن نتكلم عن قضية التزاحم. التزاحم يعني إيش؟ يعني تزاحم أمر الإنسان بين حالتين لا ثالث لهما. نظرية التزاحم هنا مشكلتنا، مو أنه سيدنا إحنا لازم نحارب الفساد. بلي لابد من محاربة الفساد، لابد من الوقوف أمام الفاسدين، لابد من تعرية الفاسدين، لابد من محاكمة الفاسدين، هذا لابد. بس أقول بحثي وين كان اللي بعض الخبثاء ايش سووا؟ قطعوه وأرادوا أن يشوهوا السمعة. قالوا كذا سمعوا الكلام كله. وكل أخ محمد حسن سمعته يقول ما يعنيني. ليش ما يعنيك؟ لازم تسمع كل الكلام. وما تقدر تتحاكم مع إنسان على حال السقطة أو تحكي عليه وانت ما سامع حكايته كلها. أسألك سؤال أخ محمد حسن، أسألك سؤال. أنت جاي تمشي، اسمعوا جيدا يا شباب، انت جاي تمشي في الشارع، تمشي بالشارع وشوف على حال امرأة جوعانة وتحتاج الى اكل، وشوف واحد طايح ويحتاج الى اخذ للطبيب، اذا ما تاخذ الطبيب قد يموت، وانت ما عندك الا شنو؟ إلا مال واحد. لو تطيل هاي الطعام تأكل المرأة، لو هذا الطفل تروح تعالجه. هنا التزاحم شو يقول؟ يقول لابد أن تطيل هذا الطفل حتى تعالجه لأن تنقذ حياته. هاي الجوعانة قد ماذا قد تتحمل ما تموت. أنت الآن تقول أوه السيد يقول خلوا الجياع موجودين جائعين. الكلام إذا زاحم الجائع مريض أو زاحم الجائع من حياته مهددة. تزاحم هاي نظرية التزاحم اقرؤوها افهموها بالحوزة افهموها جيدا. تزاحم وين؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه شو يقول؟ يقول لابد للناس من أمير،
لابد للناس من أمير، لابد من رئيس، لابد من واحد. بر كان أو فاجر، شوف بر كان أو فاجر، حتى لو فاجر واحد يقول أوه الإمام أمير شلون يدعو أن يكون الرئيس فاجر، يقول الإمام أمير إذا ما يكون أكو رئيس حتى لو فاجر رح يصير فوضى، والفوضى أسوأ من الأمير الفاجر. هاي كلمات بعد ارجعوا إلى نهج البلاغة شوية اثقفوا، لا تأخذكم الفوضى والصيحة والعلي حال الهوسة، خلي واحد يفهم الأمور بشكل واضح. الإمام أمين يقول لابد للناس من أمير. بير كان، بير يعني إنسان جيد متقي وعادل، أو فاجر. فلما ما تقدر تقول هاي يا أمير منيش شلون تدعو أنه لابد للناس من إمام فاجر، يقول لأنه إذا ماكو إمام فاجر فوضى تصير، هذا يقتل هذا، هذا يسلب هذا، هذا يقطع طريق هذا، هذا يسد المدارس، هذا يقتل الناس، هذا ما أدري ايش يسوي، طبعا فوضى. فنحن بين الفوضى وبين الفساد، أيهما أهون؟ أهون كلاهما فساد، كله كلاهما على حال منكر، هم الفوضى منكرة وهم الفساد منكر، ولكن أيهما أهون؟ أيهما أهون؟ الأهون الفساد اللي يبوق، صار 20 سنة يبوقون، 20 سنة بيقولون بس أنا محافظ، أنت محافظ على بيتك، محافظ على شارعك، محافظ على وظيفتك، بناتك رح يدرسين كذا، يعني أكو شيء اسمه نظام ولو حسب تعبير فيه فساد. بس إذا صارت فوضى والقوي يأكل الضعيف وما أدش تسوين كذا وتحرقون ويسلبون ويغلقون وكذا، هاي شنو؟ هنا أنا أكو بعد بنت تقدر تروح المدرسة، أكو الطفل يقدر يستمع على نفسه، أكو تاجر يستمع على تجارته. لو تبدأ على حال الابتزازات وكذا، أخو شفتوا أنتوا، شفتوا الحمد لله شلون صارت فوضى، اللي التجار يبتزون والشوارع تغلق والما أدري إيش. هل الفوضى خير أم يبقى الفساد؟ وإن كان الفساد لعنة، وإن كان الفساد منكر، العقلاء والروايات والأئمة والشريعة يقولون على أنه شنو؟ على أن لا فوضى وإن كان الفساد موجود. واحد يتكلم قال الإمام الحسين مو قام، بل الإمام الحسين رأى أنه إذا لم يقم الدين سيمحى، الدين سيمحى، فصار بين أن يقاتل في سبيل الله ويحفظ الدين وبين أن يقع الدين بيد يزيد وأمثال يزيد. قال إذا وليت الأمة بمثل يزيد فعلى الإسلام السلام، شاف هالشكل. فلا تقيس قضية الإمام الحسين ووقوفه وكذا بوضعنا، وضعنا نعم فاسدين وباقوا، وتعرفون التو بعد لا واحد لينزه نفسه، يعني ليعتبر نفسه هو بعيد، بلي الكل، الكل فاسدون، والكل أكلوا، والكل شربوا، والكل أوغلوا، ماكو واحد يجعل نفسه مستثنى. ولكن إذا دار الأمر بين فساد موجود في مؤسسات وبين فوضى عارمة لا يأمن إنسان على نفسه، على عرضه، على ماله، على شرفه، أيهما أولى؟ لا عاقلة في الكون يقول أن الفوضى، الفوضى مقدمة أبدا، فوضى ما حد يقبلها. فنصيحتي الأخيرة لمحمد حسن وأمثال محمد حسن اللي هواي في قلبه علي، أنه أنت ليش توقف قدام الكائن؟ ما أوقف قدام، أنا وظيفتي أبين الصح وأبين ما تمليه عليه الشريعة وتمليه علينا روايات أهل البيت، لست مع أحد أو أحد. وإذا شوفني في هالقناة هذه منبر من منابر، جيب قناتك أقعد هم أحكي بيها، وقناة أخرى أقعد أحكي بيها، أنا في الشرقية طالع أحكي، أنا في قنوات أخرى طالع أحكي، ما عندي منبري، المنبر أي مكان منبر أتكلم فيه الحق، ولا أجامل أهل الباطل ولا أحابي طرف على طرف. هذا رسالتي، رسالتي كإنسان على حال جعلت نفسي رجل دين وعلى حال درست الشريعة حتى أبلغ الدين، وهذه الرسالة في الواقع أبينها على كل المنابر، ولا يعني أني
حسب تعبيركم انتم ياخذ فلوس كذا، لا هذه خلوها على حال لكم، القضايا هذه ليست من لباسنا. ولكن عموما اخي الكريم كنصيحه، حاولوا ان تكونوا دقيقين في فهم الامور، في فهم الامور ودراسه القضايا، حتى لا تظلموا احدا، لا تظلموا احدا. ظلم الاخر واسقاط الاخر وتسقيط الاخر يوم القيامه شيء عظيم، شيء عظيم. الظلم مو بس تقتله بالرصاصه، الظلم مو بس تسجنه بالزنزانه، الظلم عندما تشوه سمعته وتسقطه وتكذب عليه وتشيع عليه اشاعات غلط واخبار غلط ومعلومات غلط حتى تسقط في اعين الناس، هذا ظلم. والظلم يوم القيامه ظلمات كما ورد عن النبي الاعظم صلى الله عليه واله. نسال الله سبحانه وتعالى العافيه، نسال الله سبحانه وتعالى الهدايه، وان لا نكون ممن تاخذه شنو؟ العصبيه، العصبيه مو صحيحه. عصبي يعني لا يتعصب الإنسان إلى ما إلى رأيه، لا يتعصب الإنسان إلى جماعته، خلي يكون إنسان على حال موضوعي وإنسان حسب تعبيرنا متشرع ينظر الأدلة إين. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع إن شاء الله تعالى.